قالت الشرطة الهولندية اليوم إنها أطلقت النار على مشتبه به في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام، وأصابته بعد حادث طعن بسلاح أبيض أصيب فيه شخصان آخران. وذكرت الشرطة في بيان أن الشخصين اللذين أصيبا والمشتبه به نقلوا جميعا إلى مستشفى للعلاج. وأوضحت أن المحطة أغلقت جزئيا ولم يتم إخلاؤها من المسافرين، مشيرة إلى أن مدخلين من مداخلهما أغلقا أمام العموم. وأكدت مصادر إخبارية محلية أن الحادث وقع بعد مشادة دون تقديم مزيد من التفاصيل عن هوية المشتبه به ولا دواعي عملية الطعن.